اهلا وسهلا استاذة الطالبين. مرحبا. تحياتي استاذة. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. صباح الخير استاذة الطالبي. عندنا واحد السؤال من قناة عبير، وهذا العنوان السؤال هو كالتالي: لماذا العدالة والتنمية تتراجع عن بعض التعديلات الخاصة بمشروع القانون الجنائي الذي تقدمت به رفقة الأغلبية؟ وهل هو قرار سياسي وبداية شق التحالف الحكومي استاذة الطالبي؟ مرحبا. اولا بالفعل تفاجئنا نحن كجزء من مكون الأغلبية الحكومية بعدما تقدمنا بمجموعة من التعديلات الخاصة ببعض النصوص القانون الجنائي التي كانت قد أحيلت على البرلمان في الولاية السابقة أو في الحكومة السابقة في عهد الوزير العدل السابق سي مصطفى الرميد، وبعد نقاش طويل داخل قبة البرلمان بخصوص هذا الجزء من القانون الجنائي، لأن كنا دائما نحن في الفريق الشراكي نقول بأن يجب إحالة القانون الجنائي برمته حتى نعرف أي سياسة جنائية يريد المغرب انتهاجها في المرحلة الراهنة خصوصا بعد دستور 2011. لكن للأسف ظل فريق العدالة والتنمية متشبثا بالتسريع بهذه النصوص القانونية بهذا الجزء، وهذا الجزء الذي لم يأتي كوحدة منسجمة بل عدة مواد مشتتة. الأمر كان يتعلق بإحالة بعض النصوص المتعلقة بالملائمة مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان لأننا نسأل عنها دوليا، لكن بماذا قام سي مصطفى الرميد هو أنه عوم هذه النصوص بنصوص أخرى ويعلم مسبقا بأنها ستخلق نقاش وستخلق جدال داخل قبة البرلمان بين جميع الفرقاء السياسيين. إذا ماذا وقع بعد هذا النقاش المستفز والطويل؟ فوجئنا بأن الآن بعد ما وصلنا للمرحلة ديال تقديم التعديلات أن العدالة والتنمية التي تقدمت رفقة الأغلبية الحكومية بتعديلات واحدة وتناسلنا فيها كثيرا على مجموعة من الأمور التي كنا ضدها، مع ذلك كنا في إطار التوافق من أجل المصلحة العامة وافقنا على تقديم تعديلات يعني توافقية. لنتفاجأ بعد انتهاء الدورة التشريعية وما بين الدورتين وفي سابقة داخل قبة البرلمان كيجي فريق العدالة والتنمية وكيقدم طلب استدراكي لسحب التعديل المتعلق بمادة وحيدة اللي هي مادة الإطراء غير المشروع. لماذا هذه المادة بالضبط ولماذا في هذا الضبط؟ نحن نعتبر بأن هذه محاولة يعني أو مناورة إن صح التعبير للخروج إلى المجتمع في إطار ادعاء خاطئ هو أن هناك من هم ضد الفساد وهناك من هم مع الفساد، في حين نحن قلنا دائما بأن محاربة الفساد يجب أن يأتي في إطار استراتيجية واضحة، ومحاربة الفساد الحكومة اللي قبلت أنها دير عفا الله وأن سلك وما تفرش ضريبة الثروة وأنها تجيب نص يتعلق فقط بواحد الفئة ديال المصرحين بالممتلكات وكتثني مدراء وكتثني موظفين وتيجي بواحد الشكل اللي هو مهلهل وفيه قلب عيب الإثبات، اعتبرنا بأن هذه واحد المحاولة استباقية انتخابية. الآن أنا أقول وأتحمل كامل مسؤوليتي بأنها محاولة استباقية وبأن شعارهم ديال محاربة الفساد بحكومتهم السابقة سقط عنه القناع، ولا يمكن للمرة الثانية أن يرفعوا شعار محاربة الفساد. أستاذ الطالبي صحيح قطعك، وهل هو قرار سياسي وبدايته لشق التحالف الحكومي؟ أنا شخصيا كنعتبر بأن هذه الطريقة اللي تعمل بها فريق العدالة والتنمية، وأنا كنعتبر بأن القرار ماشي قرار الفريق، هذا قرار سياسي ديال حزب العدالة والتنمية. مؤامرة سياسية أستاذة. هذه كنعتبر أنا ما غنتسناش بهذه التسمية، ولكن كنعتبر بأن هذا قرار سياسي أنهم يتقدموا به في الظرفية وما يرجعوش للأغلبية، ما يرجعوش في الموضوع للأغلبية. المفروض كان التوافق على أساس تقديم تعديلات في إطار الأغلبية كان خاص أي تراجع يرجعوا فيه للأغلبية، وديك الساعة كل واحد ياخذ قراره، يا إما أن يبقى هذا التماسك الحكومي مستمر فيه يا إما أن يجب فكر الاستيفاء. وهذه محاولة ابتزازية جديدة من العدالة والتنمية لفرق الأغلبية.
استاذتي، شكرا استاذ الطالبي، تحياتي استاذ.